كرة ثابتة، سامرازيتش بالقدم اليسرى، الكرة نحو القائم الثاني، كابازيلي على الطاير، كابازيلي يهدي التقدم في النتيجة لفريق تشوفي، وكرة ساحرة، كرة ناعمة جدا من سامرازيتش، وهدف لصفر لكابازيلي وليودينيزي مباشرة من واتفورد، يسجل اسمه في تاريخ أودينيزي ويسعد جماهير بلو انرجي ستاديوم. نرى الإعادة، كرة ناعمة عبقرية من سامرازيتش، وأحلى لمسة من بيريتس، كان آخر لاعب، كان آخر مدافع بيريتس، تدخل يساوي هدف. العرضية نحو لوكا يضاعف النتيجة، الهدف الثاني لأودينيزي، لوكا يضاعف النتيجة، ثاني هدف في 30 دقيقة لفريق تشوفي. عرضية بعد إنقاذ من قبل بيريتس، وعرضية وجدت لوكا، والهدف الثالث للمهاجم الشاب في هذا الموسم، وبرودة الأعصاب. جوريتش بعيدا، لا كانت قريبة من سيلفستري، ولكن جوريتش الآن يضمن عودة نسبية وجزئية لإلاس فيرونا في المباراة. الهدف الثالث لجوريتش في السيريا هذا الموسم. الكرة لم تكن بعيدة من سيلفستري، ولكن كانت قوية ودقيقة عنيفة، والمساندة من قبل تيراتشانو. ينطلق سوسلوف الآن، يستلم سوسلوف في منطقة الجزاء، إمكانية العرضية، العرضية نحو جوريتش، بخاصية من إنغونغي، هدف خرافي خيالي من إنغونغي، هدف على طريقة كريستيانو رونالدو، على طريقة فان باستن لإنغونغي، وهدف التعادل لفيرونا، هدف جنوني، هدف الجولة من إنغونغي. حلوة حلوة عملية فيرونا، والعرضية، وإنغونغي يضعها في الشباك. إنغونغي مقصية ولا أروع في شباك سيلفستري، هدف خرافي خيالي من إنغونغي، هدف الجولة. بالارتكاز الدفاعي توفان أمام زامورا، يفضل العرضية المباشرة نحو لوكا، والهدف الثالث لأودينيزي، ثنائية للوكا في الدقيقة 71، هدف رائع للوكا، والهدف الثالث لأودينيزي في مباراة جنونية، مباراة مجنونة، مباراة من دون حدود في البلو انرجي ستاديوم. نرى الإعادة بعد عملية ممتازة من وولاس، عرضية توفان ولوكا، بازيلي تمر الكرة الآن لصالح إنغونغي، آخر عرضية، تمر العرضية وتمري، الله على مباراة مجنونة، وهدف في الثواني القاتلة لتمري، رد من باروني عبر الدكة، لوكا من جهة وتومازري من جهة أخرى، 3-3 في مباراة مجنونة جنونية في ملعب بلو انرجي. هدف التعادل لإلاس فيرونا في الدقيقة 97، رأسية من تومازري في شباك سيلفستري، وحسرة كبيرة على وجوه جماهير أودينيزي. نرى الإعادة، إنغونغي بأسيست وهدف يحرم أودينيزي من الانتصار، ولمسة أخيرة في الأنفاس الأخيرة، توماس إري.